نتحدث أكثر عن تحركات الأسواق العالمية مع نادية البلاسي محللة أسواق في إكويتي جروب. أهلا بك نادية. يعني كنا نتحدث عن الأداء الشهري ليوليو بالنسبة للأسواق المالية. يعني دعينا نبدأ من وول ستريت، فعليا يعني كان أداء إيجابي لها، جاءت مدعومة بنتائج أعمال الشركات وكذلك فيما يخص الفترة الماضية. برأيك يعني بعد نهاية هذا الموسم هل يستمر معنا الرالي الذي شهدناه على المؤشرات؟ نعم، فصباح الخير. أعتقد أن الرالي سيستمر إلى يعني الآخر كوارتر في السنة، عشان يعني نهاية تشديد أسعار الفائدة، يعني هتكون ده كمان حاجة إيجابية مضي يعني للإضافة مع الإيرنينج سيزون. وبرده الإيرنينج سيزون كانت متفائلة جدا من الـ AI companies، ميتا وفيسبوك، يعني كل التكنولوجي ستوكس هم يعني they're posting يعني نتائج أرباح جدا يعني متفوقة على الاستيميت. فلذلك ممكن أن نرى أن سيكون الكوارتر الرابع أيضا من هذا السنة سيكون متفائل مع نهاية تجديد السياسة النقدية. نعم، كيف تنظرون نادية لأسعار النفط التي تلامس 85 دولار للبرميل رغم التراجعات النسبية؟ إلى أي مدى هي مرشحة للاستمرار على هذا النسق في ظل التخفيضات الطوعية الأخيرة؟ يعني منذ بداية العام وأسعار النفط تتداول وتتحرك في نطاق ضيق، يعني من بين ال 65 دولار إلى ال 80 دولار، وأعتقد أن يعني ستستمر في هذا النطاق الضيق، وفقا طبعا مع تفاؤل يعني التايت سبلايز من أوبك بلس والسعودية. ولكن في هذه الفترة أعتقد أن مع التضخم الذي وأسعار يعني ارتفاع أسعار الفائدة سيكون يعني في نوعا ما الضغط برضو على أسعار النفط أن تظل في هذا النطاق، إلا يعني ربما في يعني يكون في إضافة أكثر من أوبك بلس إلى تخفيضات الإنتاج يعني أكثر بكثير من الأرقام التي نراها الآن. ممكن أن نرى أن يعني أسعار النفط تواصل مثلا أسعار يعني 85 و90 دولار، يعني هذه الحالة الوحيدة. يعني نادية كنا نقرأ في تحركات السوق العملات ربما تركيز كان على الين، ولكن تراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع. يعني على ما يبدو التحركات الأخيرة التي شاهدناها من قبل بنك اليابان يعني لم تأتي كلها على تحركات الين، وهذا مكان يعني ربما المستثمر يطمح إليه بأننا نتدخل لوقف التراجعات الحادة على الين. برأيك يعني هذا التوجه هل هو مستمر؟ هل يطول على تراجعات بالنسبة لزوج دولار ين الفترة المقبلة؟ أعتقد أن يعني الضغط سيستمر على الين، خصوصا مع تدخلات البنك الياباني في اليلد كيرف وهذا العائد يعني، وأيضا الألترا إيزنج بوليسي التي يعني مقارنة مع البلاد أو الاقتصادات الأخرى نرى أن في دعم إلى العملة من رفع أسعار الفائدة. ولكن إذا ننظر إلى اقتصاد اليابان نرى أن في ألترا إيزنج بوليسي، وهي التي تضغط على الين أن يعني يستمر في النزول في هذا المستويات. طبعا وفقا مع الآن نرى أن الدولار يعني يرتفع من أيضا من البوليسي الذي رأيناها أمس، و الكريدت بوليسيز التي تتغير في الولايات المتحدة مع ضعف الطلب على الاقتراض. نعم، الذهب يستهل أولى تعاملات شهر أغسطس بالتراجع، نتحدث عن 1960 دولار للأونصة. إلى أي مدى هو مرشح ربما للبقاء في هذه المستويات، أم من الممكن أن يتنازل أكثر في ظل تحرك الدولار؟ يعني طبعا إذا الدولار استمر في هذا النطاق الإيجابي سنرى أن سيكون في ضغط أيضا كثيف على الملاذ الآمن اللي هو الذهب. وأيضا رأينا أن 1960 أو 1960 هي كانت مقاومة، يعني سعر مقاومة جدا قوي، لذلك نرى أن هذه النطاق سيكون في تحركات. ولكن مثلا يوم الجمعة في الـ NFP
الأمريكي الذي سيكون أيضا كاتاليست أو محرك قوي لأسعار الذهب. ولكن في الميديم تيرم يعني عندنا رالي في الستوك ماركتس، وعندنا دولار لسه يعني متزامن أو يعني لسه مش يعني لم يرى تراجع كفاية يعني على أن يدعم أسعار الذهب، فممكن أن نرى هذه المستويات تبقى إلى يعني آخر الصيف. شكرا لك نادية البلاسي، وأنت محللة أسواق في إيكويتي جروب.